اليوم نشرف على بركة الله على انطلاق قافلة تضامنية لفائدة مواطني إحدى الولايات المتضررة من الفيضانات الأخيرة واللي هي ولاية النعامة. هذه المساعدات هي مجموعة من المواد الغذائية أساسا، وكذلك بعض المستلزمات من أفرشة وأغطية وبعض المواد الأخرى. التاجر أو الصناعي أو الحرفي فله كل الروح التضامنية مع الشعب الجزائري، وبالتالي مرة أخرى نوجه نداء إلى كل الموجودين على مستوى ولاية الواد بأن أبواب التضامن راهي مفتوحة وعليهم الاتصال بنا أو بالجهات المسؤولة حتى يكون التضامن بشكل جيد. رانا ساهمنا اليوم في المبادرة لولاية النعامة، وربي يهز الضر عنهم إن شاء الله، وربي يجعل إن شاء الله الواد ديما بلد خير إن شاء الله، ويجعلها ديما متضامنة مع كل الولايات إن شاء الله.